السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع المشاهدين ومتابعين قناه وصفات عائشه بلس. كنتمنى لكم الصحه والسلامه. شكرا لكم كاملين على التعاليق اللي كتخليوها ليا، كتحفزني وكتشجعني، كنشكركم جزيل الشكر. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم الكونفيتور ديال البرقوق او مربى البرقوق بطريقه سهله ومبسطة. اي وحدة يعني دير هذا الكونفيتور، يعني حتى المبتدئات ما غاديش يخافوا بتاتا، غادي يصوبوه وهما مطمئنين. فقط هنا كناخذ واحد الكمية ديال البرقوق، يعني ماشي الشرط انه يكون كيلو او كيلو ونص او جوج كيلو، كمية كنغسلها مزيان كننقيها وكنحتاج معها واحد الحامضة. هادو هما المكونات الاولين اللي كنحتاج، اللي ضروريين في الاول خصهم يكونوا هما هادو. كيف ما شفتوا يعني كننقيو داك البرقوق مزيان، كنغسلوه مزيان. الا لاحظتوا هنا البرقوق يعني ماشي اللون ديالو غامق، البرقوق مازال يعني ما هنا اللون ديالو احمر مايل، يعني مغلوق، احمر مغلوق، ولكن ماشي اللون ديالو اسود كيف ما كتشوفوا. هو راه بحال يعني بالنسبه للوغو راه بحال غادي نصوبوا هذاك البرقوق اللي كحل، يعني كان يعني هكا تغمق اللون ديالو غماق، بحال هذا اللي مازال هكا اللون ديالو احمر. لوغو راه كيبقى بحال فقط اللون اللي كيتغير. الا كنتو غادي تطحنوا هذا المربى يعني ديروا طروفه يعني كبارين، معليش لان غيطحن. انا هنا يعني فضلت انني نخليه طريفات، درت طريفات صغار قطعتهم كيف ما كتشوفوا. كنجيب واحد الكميه هنا ديال السكر سنيده وكنبقى ندير من الفوق. الا لاحظتوا راه ما دايره لا عبار لا حتى شي حاجه، يعني الكونفيتور انا ضد هذه الفكره اللي ديال انني يعني كيلو ها شحال ندير له ديال السكر سنيده ولا المربى، راه على حساب الذوق. المهم باش نزيد نفسر لكم مزيان، هانتوم كتشوفوا درت في الاول البرقوق مقطع منقي ومقطع، درت معاه شويه ديال السكر سنيده ودرت هذيك الحامضه معصوره. هادشي اللي كاين هنا، ما كاملش انا عندي كيلو، انا فقط نوريكم الطريقه وانتم غديروا القياس اللي بغيتو. السكر سنيده ما تكثروش في الاول لان باش ما يلصقش لكم. راه في الاول كندير انا غير شويه ديال السكر سنيده وكنخليه يبات ليله كامله وكيطلق السيرو ديالو مع داك الحامضه، ولا في التليحات كنبدا نطيب كيف ما شفتوا. هكا الطريفات غادي نخليهم هكا، يعني كيبغيوهم كيعجبهم داك الطريفات هكذا. الاكثريه اللي كنشوفهم كيبغيو هاد الطريفات في المربى هكا. صافي كنخليه هكذا كيطيب. كيف ما كتشوفوا كيدير داك الرغوه مع الجناب، هذيك الرغوه راه عاديه ملي كيكون باقي الكونفيتور او المربى باقي ما نضج، راه ضروري كيدير داك الرغوه مع الجناب. الا قنطتكم حيدوها يعني ما كاين حتى شي مشكل، ولكن انا كنخليها هي فقط غير كيبدا يطيب الكونفيتور وديك الرغوه كتبدا تلاشى. هانتم يعني كتبدا تضعاف، كتبدا تلاشى، يعني راه ما يعني ما جايانيش زعما هكا شي مشكله في سميتو. هانتم كتشوفوا كتبدا تضعف حتى كتلاشى ما كتبقاش. صافي كنخلي هكا يطيب المربى وعاد كنبدا نزيد له سكر سنيده ونذوق. المربى ماشي شرط انه يكون يعني واحد القياس اللي هو كبير ديال سكر سنيده، ما خصوش يكون حلو بزاف. يعني راه شحال مره كنديرو انا يعني هكا ناقص من الحلاوه باش ما كيقهمش، لان القياس ديال البرقوق راه ماشي هو القياس ديال المشمش، وماشي هو القياس ديال الحب الملوك، وماشي هو القياس ديال الكرموس او التين. يعني كل حاجه علاش قلت لكم تعتمدوا على الذوق. الا جينا نديرو هادو كاملين نديروهم نفس القياس ديال السكر سنيده، غادي يكون واحد الخطا اللي هو كبير. فقط تبقاو ذوقكم، كنخليوه حتى كيطيب، ومن كيطيب كنخليوه يبدا الطريفات هكاك وكيوجد معانا. ومنين كنعقم انا القراعي، كنجيب القراعي ضروري، كلشي عارف الطريقه ديال التعقيم ديال القراعي. كاين اللي كيبخرهم كاين اللي كيطيبهم في الماء، المهم يتعقموا. انا هنا يلاه داكشي دار ليا قرعه وحده، واما الاخرين راهم ديال المربى ديال المشماش. انا الصراحه دائما كندير المربى في الدار او الكونفيتور هادو بثلاثه ديال المشماش، هادي وهادوك الجوج الاخرين ديال المشماش، هذيك الثانيه وهذه الثالثه، هادو ديال المشماش.
اما الاخرى هي ديال البرقوق، هذه ديال البرقوق، هذه بوحديها ديال البرقوق، داكشي اللي خرج ليا، لان كيف ما قلت لكم ما استعملتش كميه كبيره، استعملت يعني المشماش واستعملت هذيك القرعه ديال البرقوق. كيجي الصراحه رائع، نتمنى تجربوه وتردوا عليا، راه كيجي زوين بزاف بزاف. يعني كيف ما قلت لكم احسن حاجه هي تبقاو تذوقوه، راه الا صوتوه على الذوق ديالكم يعني ما يكونش كيقهم بالحلاوه وما يكونش ناقص، راه كيجي زوين بزاف، كيجي عاطي اللمعان وديك الحامضه اللي ضفت هانتم الطريفات هما هادو كيجيو. نتمنى تجربوهم وتجربوا، راه نفس الطريقه ديال المشمش. المهم المربى ديال المشمش عندي في القناه، الا بغيتو تعرفوا الطريقه دابا نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الرابط. كنشكر كاع الناس اللي كيتابعوا القناه ديالي وكيخليوا لي تعاليق زوينه الصراحه، كنشكركم جزيل الشكر. ونتمنى من الناس الجدد يعني تعجبهم القناه ديالي، وكنتمنى يدخلوا ناس جداد ان شاء الله. بارطاجيو لا فيديو مع العائلات والاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله دائما تبقوا على خير وبخير.